بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإعراب والبناء، هذا العنوان من الشارح وليس من المؤلف. طيب يا إخواني، بعض العناوين من الشارح وليست ماذا؟ وليست من المؤلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ماذا نستفيد يا أخواني أن نعرف أن هذا العنوان ليس من كلام المصنف؟ لا نقول قال المصنف رحمه الله باب الإعراب والبناء، طيب الإعراب إلى آخره، واضح هذا الكلام؟ قوله باب الإعراب والبناء أي اللذين هما أساس علم النحو، إذ عليهما يدور حكم آخر كل كلمة. إذن هذا العلم يبحث عن أواخر الكلمات من حيث كونها، من حيث كونها معربة أو مبنية. فالإعراب والبناء هما أساس علم النحو، إذ عليهما يدور حكم آخر كل كلمة. واضح؟ الإعراب والبناء. وقدم الإعراب على البناء لشرفه وشرف محله الذي هو الاسم، وكثرته وخفته. هذه ثلاث تعليلات لماذا قدم الإعراب على البناء: لأنه واحد أشرف، والثاني أكثر، والثالث أخف. وقوله الإعراب بكسر الهمزة يجيء لغة لمعان كثيرة. الإعراب بكسر الهمزة أخرج الأعراب وهم سكان البادية، الأعراب بفتح الهمزة سكان البوادي الذين يتنقلون هنا وهناك من أجل الماء والمرعى. واضح؟ بكسر الهمزة أخرج إيش؟ الأعراب بفتحها وهم سكان البادية. طيب الذين سكان البادية ولا يتنقلون. قال يجيء لغة لمعان كثيرة، لمعان كثيرة تصل إلى نحو 12 معنى، معاني الإعراب في اللغة. طيب تصل إلى كم؟ إلى 12 معنى ذكرها صاحب القاموس وغيره، ذكرها صاحب القاموس وغيره من النحويين. طيب نعم، موجودة أيضا في كتب النحو الإعراب في اللغة، يطلق على كذا وعلى كذا وعلى كذا. قال لمعان كثيرة منها الإبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. منها ماذا يا إخواني؟ الإبانة، ولك أن تقول البيان، ولك أن تقول الإظهار، كله ماذا؟ كله معنى واحد. ومنها التحسين، يقال أعربت الشيء إذا حسنت، أي حسنته. طيب ومنها التغيير، يقال عربت معدة البعير، أو نعم عربت معدة البعير أي تغيرت، وأعربها الله أي غيرها. عربت معدة البعير بمعنى فسدت تغيرت،
تغيرت إلى الفساد، وأعربها الله بمعنى غيرها وأفسدها. وهذا المعنى الثالث يا إخواني هو المناسب للمعنى الاصطلاحي، وهذا المعنى الثالث هو المناسب ماذا؟ للمعنى الاصطلاحي. طيب، ما هو الإعراف الاصطلاح؟ تغيير على تعريف المصنف. طيب، قال وقوله واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله تغيير إلى آخره، فأي الثلاثة أنسب إلى المعنى الاصطلاحي؟ الثالث، هكذا الثالث، أن الإعراب لغة واصطلاحا هو ماذا؟ التغيير، التغيير على تعريف المصنف. وقوله تغيير، المراد بالتغيير الانتقال ولو من الوقف إلى الرفع أو غيره. إيش معنى التغيير؟ الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، ولو الانتقال من الوقف، يعني ليس من الضروري أن يكون في الكلمة إعراب قد تقدم، ولو من الوقف، انتقل من الوقف إلى ماذا؟ إلى رفع أو نصب أو خفض، هذا يسمى ماذا؟ تغيير. التغيير ما هو؟ الانتقال من حالة إلى ماذا؟ إلى حالة أخرى، ولو من الوقف إلى ماذا؟ إلى الرفع أو إلى النصب أو إلى الخفض أو من حالة إلى أخرى. والمراد بالأواخر أحوالها، لأن الآخر لا يتغير وإنما يتغير حاله وهو الحركة، نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فأنت ترى أن آخر زيد وهو الدال لم يتغير، فأنت ترى أن آخر زيد وهو الدال لم يتغير، وإنما تغير حاله من رفع إلى نصب إلى خفض. واضح؟ وهذا التغيير ليس خاصا بالاسم، بل يشمل الفعل المضارع أيضا، كقولك يقعد زيد ولن يقعد ولم يقعد. إيش الذي تغير؟ حال آخر الفعل، هكذا تغير حال آخر الفعل وهو الحركات على ماذا؟ على الدال، ولم يتغير الدال نفسه. إذن المراد بالأواخر ماذا يا إخواني؟ أحوالها، أحوالها من حيث أنها تنتقل من حالة إلى ماذا؟ إلى حالة أخرى. وهذا الإعراب ليس خاصا ماذا؟ أو هذا التغيير ليس خاصا بالاسم، بل يشاركه الفعل المضارع خاصة. طيب، وعلى هذا فقوله الكلم، فقوله الكلم يشمل الاسم المعرب وماذا؟ والفعل المضارع المجرد ماذا؟ من النونين، مما يوجب بناءه. فليس عندنا كلمة تتغير إلا الاسم المعرب ماذا؟ والفعل المضارع المعرب أيضا، والمجرد ماذا؟ من النونين. وعلى هذا قوله تغيير أواخر الكلم هذا ليس على إطلاقه، المراد بالكلم هنا الأسماء المعربة والفعل المضارع. وقوله لاختلاف العوامل، المراد باختلافها تعاقبها واحدا بعد واحد. اختلاف معنى تعاقب العوامل واحدا، يعني يذهب واحد ويأتي ماذا؟ بدله عامل آخر. المراد باختلافها تعاقبها واحدا بعد واحد،
تعاقب أن يذهب الأول ويأتي ماذا؟ الثاني يعقبه. نعم نعم، كالأمثلة المتقدمة، جاء زيد ورأيت زيدا ومررت ماذا؟ بزيد. أين العوامل؟ جاء ورأيت والباء. طيب، واحد بعد الثاني، لأن العوامل كلها لا تدخل على أو لا تجتمع في آن واحد على ماذا؟ على الكلمة. وقوله لاختلاف العوامل، انتهينا. والعوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. هذا تعريف ماذا؟ العامل. ما هو العامل هذا؟ ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه ماذا؟ مخصوص. هذا هو العامل. العامل هو المؤثر، العامل هو المؤثر في غيره عملا معينا، رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما. هذا هو العامل، هو المؤثر. وهذا معنى ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، بمعنى ما أثر في غيره تأثيرا معينا، رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما. فالمؤثر يسمى عاملا، والمؤثر فيه يسمى معمولا، يسمى معمولا. وهذا التأثير يسمى عملا، يسمى عملا. فالآن مثلا جاء زيد، جاء ماذا يسمى؟ عامل. وزيد معمول، والرفع في زيد عمل. يعني هذا العامل ماذا عمل؟ أثر الرفع، هكذا الرفع في زيد، هذا يسمى عملا. فعندنا عامل وعندنا معمول وعندنا ماذا؟ عمل، وهو الأثر الحاصل ماذا في الكلمة؟ عامل ومعمول وماذا؟ وعمل. وفي رأيت زيدا، أين العامل؟ الفعل، هكذا. نعم. والمعمول زيدا، والتاء أيضا معمول، هكذا. الفعل قد يرفع الفاعل وينصب ماذا؟ المفعول، مثل ضرب زيد عمرا، هكذا. أين العامل في هذا المثال؟ ضرب زيد عمرا. العامل أين هو؟ ضرب. والمعمول زيد وعمر، زيد ماذا؟ فالفعل رفع الفاعل ونصب ماذا؟ ونصب المفعول. العامل الواحد قد يعمل في معمول واحد، وقد يعمل ماذا؟ في أكثر من معمول، في أكثر من معمول. فالمؤثر يسمى عاملا، والمؤثر فيه يسمى معمولا، والأثر يسمى عملا. بارك الله فيكم. وقوله لفظا أو تقديرا، أو للتقسيم، أو ما لها؟ للتقسيم لا للشك. أو للتقسيم لا للشك، لما قال المصنف لفظا أو تقديرا، أو هذه هل هي للشك أو للتقسيم؟ للتقسيم. كما إذا قلت الكلمة اسم أو فعل أو ماذا؟ أو حرف. هذا تقسيم وليس للشك. قال أي أن التغيير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. فاللفظي ما يظهر في آخر الكلمة اسما كانت أو فعلا كما تقدم، هذا اللفظي ما يظهر في آخر الكلمة، فلا يمنع منه ماذا؟ مانع. فلا يمنع منه مانع. والتقديري ما لا يظهر في الآخر بل يفرض وينوى. يفرض، أين يفرض؟ في آخر الكلمة وينوى فيها.
كالمنوي للتعذر في آخر الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فالفتى في المثال الأول فاعل، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وفي الثاني مفعول به، وعلامة نصبه فتحة مقدرة للتعذر. وفي الثالث مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة للتعذر. قال تعالى ذلك هدى الله، ولما سمعنا الهدى آمنا به، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى. أين الشاهد؟ الهدى. كلمة هدى وقعت في الأولى ماذا؟ مرفوعة لأنها خبر، هكذا. وعلامة رفعها الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وفي المثال الثاني منصوبة لأنها مفعول به. وفي الثالث مجرورة بحرف الجر، والحركات مقدرة على الألف. طيب، ومثله يخشى من قولك يخشى زيد ربه ولن يخشى عدوه. فيخشى في المثال الأول فاعل، فيخشى في المثال الأول مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وفي الثاني منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة للتعذر. قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. أين الشاهد؟ يرى. ما له؟ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أين الشاهد؟ ولن ترضى. نعم، فعل مضارع معتل بالألف منصوب عند نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذن المانع للتعذر هو الألف، ويكون في الأسماء وماذا؟ وفي الأفعال. في الأسماء وفي الأفعال. قال وكالمنوي للثقل في آخر القاضي من قولك جاء القاضي ومررت بالقاضي. وفي آخر يدعو ويقضي من قولك يدعو زيد إلى الحق ويقضي به. فالقاضي معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها الثقل. طيب، الحركة هذه ضمة أو ماذا؟ أو كسرة. ويدعو ويقضي فعلان مضارعان مرفوعان، وعلامة رفعهما ضمة مقدرة للثقل. قال تعالى يوم يدعو الداع. أين الضمة المقدرة؟ على ماذا؟ على الياء المحذوفة في الدع. طيب، وعلى الواو المحذوفة في ماذا؟ في يدعو. حذفت الواو هنا تخفيفا، حذفت تخفيفا في يدعو. طيب، ايش الذي حذفها؟ مجرد تخفيف، يدعو الداعي. طيب، نعم، والداعي تخفيفا. ومهطعين إلى الداع. أين الشاهد؟ إلى الداع. إلى الداع مجروع على جره الكسرة المقدرة على إيش؟ على الياء المحذوفة. على الياء المحذوفة تخفيفا. وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الشاهد يدعو ويهدي. يدعو ماذا يا إخواني؟ ويهدي. يدعو معتل بماذا؟ بالواو. ويهدي معتل بالياء، وكلاهما مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على حرف العلة منع من ظهورها الثقل. هذه الآية جمعت الفعلين المنتهي بالواو والمنتهي ماذا؟ بالياء. قال وكالمنوي للمناسبة في آخر غلام من قولك جاء غلامي ورأيت غلامي
ومررت بغلامي. فغلامي في هذه الأمثلة معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وإن أرضي واسعة، وفأسر بعبادي. أين الشاهد يا إخواني؟ رحمتي هذه مرفوعة هكذا، وعلى رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ورحمة مضاف، والياء مضاف إليه. وإن أرضي واسعة، أرضي هكذا، إيش محل من الإعراب؟ النصب، اسم إن، وعلم نصبها الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فأسر بعبادي، شاهد بعبادي، الباء حرف جر، وعبادي اسم مجرور بالباء على جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن الإعراب هذا يا إخواني قد يكون ملفوظا قد يكون مقدرا. ما هو الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف ماذا؟ العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وعلى هذا فلفظا، قوله لفظا أو تقديرا راجع إلى التغيير، راجع إلى التغيير، أو راجع إلى العوامل. لفظا أو تقديرا راجع إلى التغيير أو إلى العوامل، هو محتمل هكذا. فالعوامل قد تكون ملفوظة وهذا هو الأصل، وقد تكون ماذا؟ مقدرة، مثل التجرد، التجرد على الناصب والجازم، عامل ملفوظ أو مقدر؟ ها يا إخواني، التجرد مقدر عامل معنوي، والابتداء عامل معنوي مقدر، ما هو ماذا؟ ما هو ملفوظ. وأيضا عندنا عوامل قد تكون محذوفة، عوامل قد تكون ماذا؟ محذوفة وجوبا أو جوازا، مثل مثلا ماذا يا إخواني؟ أن تقول مثلا الأسد الأسد مثلا، ما يعرف الأسد الأسد؟ مفعول به منصوب على التحذير، وإيش الناصب له؟ عامل محذوف تقديره احذر. فهذا العامل الآن غير ملفوظ، غير ماذا؟ غير ملفوظ. وعلى كل، على هذا الكلام الذي سمعتم يكون لفظا أو تقديرا راجع إلى ماذا؟ إلى التغيير. لفظا أو تقديرا يراجع إلى أين؟ إلى التغيير. هذا التغيير، هذا التغيير الذي يكون في آخر الكلمة إما أن يكون ملفوظا بأن نتلفظ به، وإما أن يكون ماذا؟ مقدرا. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.